الصباح يؤكد على ضرورة أن يكون الرئيس القادم خادما للشعب، ومؤتمر مرسي بالمنصورة ينتهي بأحداث عنف. احتجاجا على قرارات القوى العاملة، مقاول وعمال سوهاج يحاصرون مقر مديرية القوى العاملة بالمحافظة. في إطار الخدمات الشعبية للقوات المسلحة، جيش الثالث الميداني يسلم 39 وحدة سكنية للحالات الخاصة بالسويس. مرحبا بكم مرة أخرى. أكد حمدين صباح المرشح لرئاسة الجمهورية أن رئيس مصر القادم يجب أن يعمل لخدمة الشعب ومصلحة البلاد في المقام الأول، بعيدا عن التبعية والإملاءات الخارجية التي قزمت من دور مصر إقليميا ودوليا إبان عهد الرئيس السابق. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، والذي تطرق خلاله إلى أن الدولة البرلمانية ستخلق نظاما دكتاتوريا فاسدا بمنح جميع الصلاحيات لرئيس الوزراء، ومؤكدا على أن النظام الرئاسي هو أصلح نظام لحكم مصر بحسب قوله. انتهى مؤتمر الدكتور محمد مرسي المرشح على منصب رئيس الجمهورية بأحداث عنف أمام استاذ المنصورة الرياضي، بعد نشوب اشتباكات بين مؤيدين ومناهضين له أثناء تنظيم وقفة احتجاجية عقب انتهاء المؤتمر. وأدت الاشتباكات إلى إصابة عدد من المعارضين لمرسي، ونقل عدد منهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج، كما تم تحرير محاضرة جماعية حول ملابسات هذه الأحداث. استقبلت شركة النصر للبترول بالسويس اليوم أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشورى والمكلفين بتقصي الحقائق في قضية حريق الخزانات البترولية بالشركة لإعداد تقرير علمي عن أسباب الحريق. وقد أكدت اللجنة أنها سوف تقوم بتفقد مواقع الحريق داخل شركة النصر للبترول وإعداد تقرير فني كامل عن الحريق لتقديمه إلى مجلس الشورى. صرح مصدر مسؤول بوزارة الصحة بأن الحريق الذي شب بشركة بيع المصنوعات بمنطقة الخام بطنطا أمس أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين. وذكر بيان لوزارة الصحة أن الإصابات كانت عبارة عن اختناقات بسبب الحروق وصعوبة بالتنفس وكدمات وجروح وكسور. كانت قوات الإطفاء بمحافظة الغربية قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة الخان التجارية بمدينة طنطا والمكتظة بالمحال التجارية والمساكن. ما زالت الحرائق متواصلة، حيث نشب حريق بمخزن خيش بشارع ترعة ناجي حمادي دائرة مركز شرطة سوهاج. وعلى الفور انتقلت قيادات مديرية أمن سوهاج وقوات الحماية المدنية، حيث تمت الاستعانة بعدد 5 سيارات إطفاء مجهزة للسيطرة على الحريق. وقد تبين أن الحريق اندلع نتيجة تطاير الشرر عقب قيام بعض الأهالي بإشعال النيران بكمية من القمامة كانت مجاورة للمخزن. أشارت المعاينة المبدئية إلى احتراق منزلين مجاورين للمخزن، فيما لم تقع أي إصابة بشرية، وانحصرت التلفيات في احتراق محتويات المخزن وبعض المنقولات الخشبية والمنزلية. نظم ما يقرب من 1000 شخص من مقاولي وعمال البناء والتشييد بمحافظة سوهاج مسيرة سلمية أمام مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وطلب المتظاهرون بإقالة وزير القوى العاملة وإلغاء القرار رقم 168 لعام 2007 والذي ينص على تحصيل نسبة 1% من المقاولين من قيمة الأعمال المسندة إليهم تحت مسمى تأمين ورعاية العمالة غير المنتظمة بأثر رجعي. وقد انتقلت أجهزة الأمن بسوهاج إلى مكان التظاهرات في محاولة لإقناع المتظاهرين بفض تظاهراتهم وفتح طريق مرة أخرى أمام حركة سير السيارات. أكد عادل رمزي المحامي رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسيحية بالمينيا، أكد أن البابا شنودة الثالث كان وطنيا مخلصا ومعلما وقائدا حظي بحب الجميع، لتأكيد على ضرورة سمو روح التراحم والوئام والألفة بين الأفراد. جاء ذلك خلال حفل تابين قداسة البابا شنودة بحضور السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم. وفي ذات الإطار أشار عدد من الحضور إلى أن البابا كان دائم التأكيد على رفض التدخل الأجنبي في الشؤون المصرية، مضيفين أن الجنازة المهيبة والتي أقيمت للبابا عكست مدى الحب الذي كان يتمتع به من جميع أطياف الشعب المصري. قام أحد قيادات الجيش الثالث الميداني بتوزيع
39 وحدة سكنية على ذوي الاحتياجات الخاصة بالسويس، وذلك عقب قرعة علنية أقيمت ظهر اليوم بديوان عام المحافظة تحت رعاية اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس. هذا وقد تم توزيع 17 شقة لأصحاب الحالات الخاصة الحرجة، وتوزيع 22 شقة لمتضرري الإزالات، وذلك بمدينة اليسر التابعة لحي فيصل. أقامت النقابة الفرعية لصيادلة سوهاج احتفالية لتكريم عدد من الصيادلة المثاليين بالمحافظة من أصحاب الدور الرائد والفعال في مجتمعاتهم، وذلك في إطار الاحتفال بيوم الصيدلي بالمحافظة. كما احتفلت أيضا بالخريجين الجدد من كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة من أبناء محافظة سوهاج. في إطار الاحتفال بيوم الصيدلي، أقامت النقابة الفرعية لصيادلة سوهاج احتفاليتها لتكريم عدد من الصيادلة المثاليين بالمحافظة من أصحاب الدور الرائد والفعال في مجتمعاتهم. كما احتفلت أيضا بالخريجين الجدد من كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة من أبناء محافظة سوهاج. وقد شهد الاحتفالية لفيف من قيادات النقابة العامة لصيادلة مصر وقيادات العمل النقابي الصيدلي بمحافظات الصعيد، وبحضور قيادات العمل الطبي بسوهاج الذين أقسموا على ألا يخالفوا شرف المهنة. كما ناقش الحضور التحديات التي تواجه مهنة الصيدلة في مصر وجهود النقابة لحلها والقضاء عليها وتوفير مناخ ملائم ومستوى اقتصادي واجتماعي مناسب للصيادلة. حريصين على أن يبقى فيه صناعة البيوتكنولوجي أدوية، وده محتاج وجود صيادلة، وكذلك لتطبيق الصيدلة الإكلينيكية في المستشفيات، وده عامل مهم جدا أن الصيدلي لا يصبح فقط بيناول دواء، لكن لابد يبقى له دور مشارك في مع الطبيب في تحديد البروتوكول العلاجي. بدوره قال أمين عام نقابة صيادلة مصر عبد الله زين العابدين إنه من أهم العوائق التي تعوق الوصول إلى أهداف النقابة ومطالبها هي تعاقب وزراء الصحة بشكل مستمر. متبنين مشروعات جديدة اللي هي مشروع الصيدلة السريرية، مشروع الصيدلية المثالية، الصيدلية العامة، لتحسين الأداء سواء إذا كانت في مستشفيات، تحسين الأداء الصيدلي في المستشفيات أو تحسين الأداء الصيدلي في الصيدلية العامة اللي هي بتتعامل مع الجمهور، بحيث إن احنا نجد في خلال فترة وجيزة إن شاء الله شكل العمل الصيدلي والخدمة الصيدلية بقت متطورة. وفي كلمة له أكد دكتور أحمد أبو المعارف الشقيري نقيب صيادلة سوهاج الفرعية أنه يأمل في أن يفتح قطاع التأمين الصحي أبوابه أمام تعيين خريج الصيدلة. يعني احنا عاملين كارنيه جديد للصيدلة سوهاج، بياخد تخفيضات في غالبية المحلات، عاملين خطوط اتصالات، عاملين رحلات عمرة ورحلات سياحية، بنحضر لمقر جديد للنقابة، بنحضر لمساكن للصيادلة. وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم 25 صيدليا من الصيادلة المثاليين بمحافظة سوهاج وتسليمهم دروع النقابة العامة، واستقبال 85 خريجا وخريجة من الدفعة الجديدة وتسليمهم شهادات التقدير وأداء قسم المهنة من الخريجين الجدد. شعور جميل جدا انك بعد 5 سنين من التعب، استكاشن، محاضرات، السهر، الامتحانات، انك تتكرم من النقابة بتاعت بلدك، محافظتك، مع وسط اهلك وزمايلك. شعور جميل، الحمد لله مبسوطة جدا. نقابة الصيادلة في ثوبها الجديد بعد انتخاب اول مجلس نقابة منذ 18 عاما وبعد ثورة يناير المجيدة، تفتح ذراعيها لابنائها من جديد وتحرص على التواصل معهم بجميع المحافظات وفي كافة أنشطتهم ومشاكلهم. وفي إطار جهود مديرية أمن الإسكندرية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعميق شعور المواطنين بالأمن وفرض الشرعية والتصدي الحاسم لكل محاولات الخروج عن القانون، أسفرت حملة مكبرة بدوائر أقسام الإسكندرية عن ضبط عدد من الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام. كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط عدد من الأسلحة والمواد المخدرة. عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد اجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية، تم خلاله استعراض مشكلة بضائع الترانزيت وتأثيرها على المدينة الحرة ومخازن منطقة الاستثمار. وخلال الاجتماع تمت الموافقة أيضا على اقتراح إنشاء مول تجاري جنوب مدينة بورسعيد
بهدف تطوير وتنشيط التجارة الداخلية وإحداث حالة من الرواج والانتعاش التجاري. كما أكد محافظ بورسعيد أهمية مشاركة رجال الأعمال في دعم مجالس الأمناء المختلفة لتفعيل المشاركة المجتمعية لخدمة وتنمية المجتمع المحلي. قام دكتور عزت سعد محافظ الأقصر بزيارة مفاجئة لمركز ومدينة إسنا، تفقد خلالها المستشفى المركزي وموقف الأقاليم الجديدة بإسنا للتعرف على مشكلات السائقين وأسباب رفضهم استخدامه. رافق المحافظ خلال جولته كل من رئيس مدينة إسنا ووكيل وزارة الصحة بالأقصر، واختتم محافظ الأقصر زيارته بتفقد المحمية الطبيعية بجنوبها للوقوف على حالة التعديات عليها من قبل بعض أهالي المنطقة ممن يستغلون الأوضاع الأمنية الحالية للتعدي على أراضي وأملاك الدولة. اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان مسرح الجرن بقرية كوم بوها بمركز منفلوط محافظة أسيوط. وقال المخرج المسرحي شعبان كامل المنفلوطي إن فعاليات حفل الختام تضمنت العرض المسرحي بطن الكوم للكاتب المسرحي حسام الدين عبد العزيز، والذي قام بتنفيذه عدد من طلبة المدارس من أبناء القرية. كما أشار إلى أن العروض المسرحية لهذا العام جاءت معبرة عن قضايا القرية الاجتماعية وكيفية علاجها. أقامت محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية ومركز دعم المرأة بطور سيناء احتفالية كبرى لزفاف 19 عروسا من أبناء المحافظة من غير قادرين ماديا، بينهم 3 أيتام بحضور ذويهم. شارك في إحياء الحفل فرق الفولكلور الشعبي التابعة لقصر الثقافة، هذا وقد حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تكريم وتهنئة العرائس بتقديم هدايا مادية وعينية لهم.